قول يا شباب، الصوت واضح؟ هنستنى بس دقيقة أو دقيقتين كده. نورك عمور، نستنى كده دقيقة أو دقيقتين كده الناس تدخل وهنبتدي مع بعض اللايف بإذن الله. اللايف بتاع النهاردة بإذن الله نتكلم على مستندات التعاقد بتاع أي مشروع هندسي وأولويات كل مستند من المستندات دي. تحيات ليك يا مهندس علي، ربنا يحفظك. هو السبب في اللايف ده ان انا شفت اكتر من سؤال في اكتر من جروب هندسي، يعني ان هو يا جماعة انا عندي تضارب ما بين الرسومات وما بين المقايسة، طب انا همشي على ايه؟ همشي على الرسومات ولا همشي على المقايسة ولا همشي على الاتنين ولا اعمل ايه بالظبط؟ فده كان الهدف الرئيسي ان شاء الله من اللايف بتاع النهاردة، عشان نبقى فاهمين الموضوع ده هنتعامل معاه ازاي باختلاف كل مشروع يعني. تمام يا مهندس مؤمن، تمام يا مهندس أيمن، الله يحفظك يا مهندس محمد، اللهم آمين وإياك. طيب نبتدي مع بعض. خلينا قبل ما نعرف إيه هي أولويات كل مستند من مستندات أي مشروع ونعرف إيه هي المستندات دي من الأساس، لازم نعرف الفرق ما بين مصطلحين. يمكن كتير منا مش هيبقى عارفهم. المصطلح الأولاني IFT، والمصطلح التاني IFC. ايه الفرق ما بين ال IFT وال IFC؟ ال IFT دي اختصار issued for tender، ال IFC دي اختصار issue for construction. طب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الفرق بين الاثنين ايه بقى؟ ان انا عندي الايشيو فور تندر دوكيمنتس دي عباره عن المستندات اللي اتطرح بيها المشروع للمقاولين عشان يتنافسوا وفي الاخر يرسل المشروع على حد فيهم، دي اسمها الايشيود فور تندر. تمام. طيب وارد جدا ان يكون المستندات دي فيها مشاكل او فيها تضارب او فيها حاجات مش مظبوطه او حاجات ميسنج او حاجات مش واضحه، بيتبعت فيها استفسارات من المقاولين، بيبعتوا الاستفسارات بتاعتهم للديزاينر او للاستشاري ويرد عليهم عشان المقاول ده او المقاولين دي يعرفوا يسعروا المشروع صح. تمام. المهندس التصميم لما بياخد الاستفسارات دي ويبتدي يعدلها على التصميم، في الاخر خالص هي دي بقى الاي اف سي، بقى دي كده المستندات اللي هي جاهزة للتنفيذ بقى. يبقى الفرق ما بين الاي اف تي والاي اف سي، الاي اف تي دي المستندات الطرح اللي بتنزل في كراسه الطرح بتاعه المشروع قبل المشروع ما يرسى على المقاول، بيدرسوها المقاولين مع يعني كل مقاول بيدرسها على حده وبيخشوا في منافسه او مناقصه او ايا كان طريقه المنافسه ما بينهم. تمام. وارد ان يبقى فيه استفسارات او يبقى فيه حاجات ميسنج او حاجات مش واضحه، المقاولين بيبعتوا حاجه اسمها كويريز او استفسارات للديزاينر عشان الديزاينر يرد عليهم بالتوضيحات دي عشان يعرفوا يسعروا شغلهم صح. في الاخر خالص المشروع هيرسى على مقاول واحد بس هو اللي هيشتغل، بياخد باكج بقى اسمها الاي اف سي ايشو فور كونستراكشن. تمام. بيكون متعدل فيها الحاجات اللي كانت ميسنج في الكويريز دي. تمام. ده الفرق ما بين الاي اف سي والاي اف تي. طب مكونات بقى الاي اف سي ايه يا شباب؟ باختصار مكونات الاي اف سي ايه؟ اول حاجه شروط التعاقد. شروط التعاقد ده بيتحط فيها المده الخاصه بالمشروع، سنه سنتين شهر شهرين 6 شهور سنه ونص ايا كان. بيتحط فيها الشروط الجزائيه على المقاول في حاله ان هو مثلا اتاخر في تنفيذ الاعمال وهكذا، بيتحط فيها كل الشروط العامه الخاصه بالعقد. تمام. التامينات، الضرايب، المستخلصات هتتصرف ازاي، الكلام ده كله، ده اسمها ايه؟ الكونتاكت تيرمز بالانجليزي. تاني مكون من مكونات الاي اف سي هي الديزاين درونجز، الرسومات التصميميه.
تمام. ده الديزاين بقى بتاع كل الأقسام، كهرباء وميكانيكا ومدني ومعماري وكل الأقسام، تمام. تالت عنصر من عناصر الـ IFC هي الـ Bill of Quantity أو مقايسة الكميات أو جدول الكميات، ده اللي محطوط فيها البنود وأسعارها، البنود وأسعارها وكمياتها. رابع عنصر من عناصر الـ IFC هي الـ Technical Specifications أو المواصفات الفنية الخاصة بالمشروع، مواصفات كل حاجة، أي أيتم هيتنفذ في المشروع بيكون ليه مواصفة، كابلات، لوحات، إنذار حريق، كاميرات، أي حاجة. فدي اسمها إيه؟ Technical Specifications. أوكي؟ خامس حاجة هي بقى إيه؟ التندر كويريز اللي إحنا إتكلمنا عليها في الـ IFT اللي في مرحلة التندر. أي استفسار اتبعت من أي مقاول بيتجمع كله كده في حاجة اسمها تندر كويريز أو جدول الاستفسارات الفنية، ومحطوط فيه الاستفسار ورد الاستشاري، الاستفسار ورد الاستشاري. الخمس بقى ايتمز دول سواء كانت رسومات او شروط تعاقد او مقايسه او مواصفه او تندر كويرز كلهم مكملين لبعض، هو ده اللي بيتقال عليه الاي اف سي، كل ده مكمل لبعضه، مفيش حاجه اسمها ايه ده قبل ده ولا ده الا في شرط واحد احنا هنقوله دلوقتي، تمام. وضحت؟ يبقى مكونات الاي اف سي: كونتاكت تيرمز او شروط تعاقد، مقايسه، مواصفه، رسومات تصميميه، استفسارات اللي هي التندر كويرز، استفسارات المناقصه، تمام. طيب انا دلوقتي جاي دلوقتي اشتغل، انا كمهندس مكتب فني وجاي هشتغل شوب دروينجز او اشتغل اي شغل ان كان، لقيت ان في تضارب ما بين الرسومات والمقايسه. على سبيل المثال الكابل، على كابل مثلا في الرسومات معمول ان هو كابل نحاس، وفي المقايسه مفيش كابلات نحاس خالص ومحطوط ان الكابلات كلها الومنيوم. طب انا همشي على ايه؟ هفولو الرسومات ولا هفولو المقايسه؟ لازم نعرف حاجتين. اول حاجه شروط الدفع الخاصه بالمشروع، في نوعين هم دول الشائعين في الماركت او في سوق الانشاءات عموما، يا اما المشروع يكون لمسم يا اما المشروع يكون ريميجرد. يعني ايه لمسم ويعني ايه ريميجرد؟ باختصار لمسم دي يعني بالمقطوعيه. زي ايه؟ زي ان انا جبت مثلا سي كهربائي عندي في البيت وقلت له تعالى انا محتاج منك تعمل لي 1 2 3 4 في الشقه بتاعتي، فالكهربائي يقول لك انا هاخد منك الشغلانه دي كلها على بعضها بالحاجات اللي انت طلبتها دي، زي مثلا 5000 جنيه. ده كده اللمسه. نيجي بقى للريميجرد. الريميجرد دي معناها ان البنود دي هتتنفذ، يعني هيتحاسب عليها كما تم تنفيذه على الطبيعه. بمعنى الكهربائي يقول لك بص انا ماليش دعوه انت عايز ايه في الشقه، بس انا هاخد منك سي مثلا المخرج ب 100 جنيه بس، ايا إن كان انا مش فارق معايا انت هتعمل ايه في شقتك، بس انا هعمل لك المخرج ب 100 جنيه. ده الفرق ما بين الريميجرد واللمسم، او المقطوعيه والايه والدفع ايه كما تم تنفيذه على الطبيعه، تمام. طيب لو المشروع عندي ريميجرد، الاولويه بتكون للمقايسه، الأولوية في الغالب بتكون للمقايسة. يعني لو في تضارب ما بين المقايسة والرسومات هفول المقايسة. لو العقد لمسم المقطوعية الأولوية للرسومات. الرسومات هتبقى ليها الأولوية عن المقايسة. ولكن في أي حال من الأحوال سواء كان في تضارب، سواء كان المشروع لمسم أو ريميجرد، لازم أنا كمهندس مكتب فني أبعت حاجة اسمها request for information او RFI للاستشاري، اساله اقول له والله انا عندي في الرسومات مكتوب ان الكابل ده الومنيوم وفي الرسومات نحاس، هفوله ايه؟ تمام. هيقول لي يا اما تفوله ده يا اما تفوله ده، تمام. هشوف انا بقى المهندس التسعير كان مسعر سعره هل على النحاس ولا على الالومنيوم. والله قال لي على النحاس وهو كان فعلا والاستشارات ده عليك، قال لك ان اشتغل على النحاس، خلاص يبقى مفيش اي مشكله. طب والله هو كان مسعر ان الكابل ده الومنيوم والاستشاري قال لك ده نحاس، لا هتخش بقى تبعت حاجه اسمها فاريشن اوردر او امر تغيير، لان حصل تغيير على المشروع، تمام. طيب في حاجه جميله قوي بس ما بتبقاش موجوده في كل المشاريع، هي بتبقى موجوده في معظم المشاريع. من ضمن شروط التعاقد اللي احنا اتكلمنا عليها من ضمن مكونات الاي اف سي بيكون في حاجه اسمها الـ
اولويات المستندات، البريوريتي بتاعت المستندات اللي احنا قلناها، الخمس حاجات اللي احنا قلناهم دول، بيكون مرتب الاولويات بتاعته. يقول لك سي مثلا الفيرست بريوريتي، الفيرست بريوريتي مثلا الرسومات، والسكند بريوريتي المقايسه، والثيرد بريوريتي المواصفه. تمام؟ مثلا مشروع تاني، ده مش ثابت، ممكن مشروع تاني يقول لك الفيرست بريوريتي للمقايسه، والسكند بريوريتي للرسومات، والثيرد بريوريتي للمواصفه. ممكن مشروع تالت يقول لك لا، ده انا عايز الفيرست بريوريتي للمواصفه، والسكند بريوريتي للمقايسه، والثيرد بريوريتي للرسومات. فده مش ثابت، ده على حسب شروط التعاقد. يبقى انا بسم الله الرحمن الرحيم لقيت ان في تضارب ما بين مستندات التعاقد، هروح لشروط العقد، هروح لشروط العقد واشوف هل في بريوريتي لمستند دونا عن الاخر ولا لا. طب ما فيش بريوريتي، هبعت ار اف اي او ريكويست فور انفورميشن للاستشاري واستفسر منه عن المعلومه. هفولو رسومات ولا هفولو المقايسه، هفولو المقايسه ولا هفولو المواصفات. هيرد عليا، هشوف الامباكت ايه اللي هيحصل لي، هل هيحصل تعديل في السعر، هبعت حاجه اسمها فاريشن اوردر. انا عملت بوست امبارح تقريبا على فيديو عن الفاريشن اوردر لو حد عايز يرجع، وان شاء الله بعد اللايف هعمل بوست على الار اف اي او ريكوست فور انفورميشن. تمام كده الموضوع واضح، انا كده خلصت. نورك يا مونس كرايم، شكرا يا حوده. انا كده خلصت التوبيك اللي انا كنت عايز اقولها. لو حد عنده سؤال مفيش اي مشكلة. مش لازم سؤال في اللي انا شرحته، يعني اي سؤال in general مفيش اي مشكلة. طيب يبقى كده الحمد لله كده. الله يبارك لك يا مهندس ايمن، الله يحفظك. كده الحمد لله كده، ده مفيش اسئله، يبقى اللي انا قلته ده كان كلير الحمد لله وكان واضح. تمام، زي ما اتفقنا انا الهدف من الصفحه انا عملتها من اكتر من سنتين، ان انا باذن الله يعني حابب اني هرد عليك يا مهندس ايمن، حابب ان يبقى في جيل جديد واعي وفاهم السوق كويس وعارف هو بيعمل ايه كويس. مهندس ايمن اللي بيعمل الفي او هو مهندس المكتب الفني بالتنسيق مع قسم التندرنج، او في بعض الشركات بيبقى عندهم قسم الفاريشن اوردر، يعني قسم اسمه قسم الفاريشن، هو بيبقى مختص بقصه الفاريشن اوردر، بيبقى التنسيق مع بعض. فممكن مهندس اللي هو قسم الفاريشن يساله يقول له مثلا انا محتاج منك حصر، يقول للمهندس المكتب الفني محتاج منك حصر عشان اعرف ابعت لك الفي او ده، محتاج منك زي مثلا الار اف اي او المستند اللي بناء عليه انا هبني الامر التغيير ده. ان شاء الله هتشوفه في الفيديو اللي انا قلت، انا الفيديو اللي شيرته امبارح. الله يكرمك يا مهندس مؤمن. حاضر يا مهندس احمد، بس الناس هتزهق كده. العفو يا مهندس محمد. اللهم امين واياك يا مهندس محمد. كوست بلس دي بلاش نقولها دلوقتي عشان هتبقى كبيرة على الناس شوية. هندسة ممكن حضرتك تقول لنا في خطوات محددة لو حد مهندس كهرباء شغال صيانة وعايز يشتغل المقاولات، ايه المفترض انه يتعلمه؟ الكارير شيفتنج ده من اصعب الحاجات اللي ممكن واحد يعملها، يعني بفضل ربنا انا عملت الكارير شيفتنج ده مرتين والحمد لله ربنا كرم وربنا وفقني. يعني انا عن نفسي ما بنصحش ان الواحد يبقى في الكومفورت زون، ان انا قاعد زي مثلا شغال مهندس صيانه دلوقتي وخلاص الدنيا بالنسبه لي ستيبل، ما بتعلمش حاجه جديده، خلاص عرفت كل حاجه في الصيانه انا كده زي الفل. لا، انا ضد القصه دي. نفس القصه في المقاولات، يعني استشاري ومقاول يمكن الدنيا قريبه شويه، بس لا، في كارير شيفتنج بين الاثنين. فانت لو حابب تعمل كارير شيفتنج من الصيانه للمقاولات، انت مطالب بقى ان انت كانك هتبتدي من اول وجديد، هتقرا في الاكواد، في الكود المصري بالذات، تتابع مثلا، مش عايز اقول كورسات، يعني في قنوات كتير قوي بتشرح تصميم،
انا بنصح بالتصميم الاول قبل شغل المكتب الفني عموما. في الصفحة بتاعتنا دي وفي صفحات تانية محترمة كتير، مهندس محمد مصطفى، مهندس احمد مجدي، مهندس احمد ماهر، دار الكهرباء، في جروب هاو تو بي الكتريكال انجينير. لا، في صفحات وجروبات ممكن يعني تتابعها، ان شاء الله تستفيد وان شاء الله تحط رجلك في قصة المقاولات دي كويس جدا يعني. بس اهم حاجة اي معلومة تتقالك تكون موثقة يعني، مش اي كلمة تتقال صدقها في قصة الانشاءات، لان للأسف في فتي كتير. الله يخليك يا مهندس ايمن. ان شاء الله يا مهندس محمد، ان شاء الله ان شاء الله احاول كل، بس الناس هتزهق. انا بقول لك انا مش عايز الناس تزهق يعني، كل فترة كده بعمل لايف في توبيك كده بلاقيه فيه اسئلة عليه كتير، فبعمل عليه لايف عشان الدنيا بس تبقى كلير يعني. فكل يوم دي صعبة شوية، بس اوعدكم يعني ان شاء الله هتبقى يعني اللايف هيبقى باذن الله بشكل دوري، مش هنقطع عنه باذن الله. معنا دقيقة كده لو حد عنده اي سؤال. طيب انا اتمنى يكون اللايف كان واضح. الله يخليك يا مهندس محمد، ربنا يبارك فيك يا رب. اتمنى يكون اللايف كان واضح وكان مفيد بالنسبة لكم. وعلى وعد بإذن الله هيبقى في لايفات تانية في مواضيع تانية مفيدة لكل مهندسين الكهرباء، سواء كان استشاري أو مكتب فني في شركة مقاولات بإذن الله. وأشوفكم على خير، وأتمنى لكم ليلة سعيدة بإذن الله. تصبحوا على خير.